يجب أن نعمل على تحقيق التعايش السلمي وتحقيق السلم المجتمعي في محافظة نينوى بالكامل، ولكن مع الأسف الشديد نرى بين الحين والآخر ومنذ أكثر من سنة تظهر أو تصدر قوائم من الجهات الأمنية في بغداد بحق موظفي محافظة نينوى، حيث لحد الآن تم إصدار العديد من القوائم بحق أكثر من 500 موظف من موظفي محافظة نينوى لمختلف الدوائر والقطاعات، وذلك بفصلهم وعزلهم عن الوظيفة، وهذا نراه فيه ظلما وإجحافا، لأن هذا الفصل لم يستند على أساس قانوني صحيح. فهناك قانون أو تعليمات تقول إن موظفي الدولة يجب أن يكون هناك عليهم تحقيق إداري وتحقيق قضائي أو تحقيق أمني لكي يتم التوصل إلى قرار فصل الموظف من وظيفته، ولكن مع الأسف الشديد لا يتم اتباع هذه الأطر القانونية. وقد نقول إذا كان هناك من بين هؤلاء الموظفين المفصولين من هو ينتمي إلى تنظيم داعش الإجرامي فنحن معهم، فنحن اليوم نقول نطبق القانون وأقصى العقوبات بحق من كل من تلطخت يده بالأبرياء ومن كان يساعد هذا التنظيم أو انتمى إلى هذا التنظيم، وسوف نحاسبه نحن أولا كمجلس محافظة نينوى وكحكومة محلية. ولكن لا يمكن اتخاذ مثل هكذا قرارات بمجرد الاعتماد على الوشايات والمخبرين السريين. وللعلم أن محافظة نينوى عانت ما عانت ما قبل حزيران 2014 من جراء المخبر السري والوشايات، حيث كانوا هؤلاء يتاجرون بدماء الكثيرين، يتاجرون بالناس عن طريق الوشايات الكاذبة، حيث كان هذا المخبر السري أو الذي يشي يقوم بالتوسط لدى الجهات الأمنية وأخذ المبالغ المالية من الأناس الأبرياء لكي يطلق سراحهم أو يتعامل مع المجرمين لغرض إطلاق سراحهم مقابل أثمان بخسة. نحن اليوم نقول ونخاطب ونناشد السيد فخامة رئيس الجمهورية العراقية باعتباره هو الحامي الدستور وحامي القانون في الدولة العراقية بأن يتدخل في هذا الأمر وأن يطبق القانون على الجميع وبالتساوي. وكذلك نناشد السيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي ومسؤول عن جميع الأجهزة الأمنية بضرورة إعادة التحقيق أو إعادة النظر بهذه القوائم التي صدرت بحق أبناء نينوى المفصولين، وهناك ازدواجية في التعامل، ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، لأن هؤلاء قسم منهم قد وقع عليهم الظلم والحيف، والقسم الآخر الذين فعلا هم منتمين لداعش نطالب بإنزال أقصى العقوبات بحقهم، ولكن بتحقيق إداري وقضائي وأمني صحيح حسب القانون وحسب الأطر القانونية.